استعدادا للانطلاقة واستعدادا لفتح البوابات. هي الجيادة التي لم تربح في شوطنا الثاني إنتاج السعودية عمر 3 سنوات على مسافة 1200 متر، وقيمة الجائزة 70,000 ريال. تتقدم في المرتبة الأولى فتالة مع أيضا خبيب في المرتبة الثالثة من الداخل، وكذلك يأتي في المرتبة الثانية مقاسمة يزيح في المرتبة الثانية مع أيضا عنيد الخيل من الخارج يأتي في المرتبة الثانية الذي يحمل رقم 3 بقيادة عبد الله الفيروز، ولكن فتالة تتزعم الطليعة مع المتمرن زياد الطريسي في المرتبة الأولى، وكذلك سهم نوفا قادما في المرتبة الثانية مع أيضا لزيزة في المرتبة الرابعة. تتقدم بالشعار السماوي فتالة تمسك الصدارة منذ الانطلاقة تحافظ عليها، لأن الانتصار يحتاج إلى المواصلة، ولكن لزيزة تتقدم الآن في المرتبة الأولى. لزيزة تأتي مع الخيال علي المتعب في المرتبة الأولى، وقانب يأتي في المرتبة الثانية. لزيزة بالشعار السماوي تطير بعيدا، ما شاء الله تبارك الله، على خط النهاية. لزيزة في ظهورها الثاني تظفر بالنتيجة.